السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس اتصال دالة عددية. التمرين يقول لتكون الدالة العددية F بحيث F متصلة على المجال AB و F لـ أصغر قطعا من AB و F لـ B أكبر قطعا من B كاري، بين أنه يوجد عدد حقيقي K على الأقل بحيث. إذا هنا خصني نفهم السؤال مزيان. إذا السؤال سيقول بين أنه يوجد عدد حقيقي ك على الأقل بحيث f لك يساوي kb، أي f لك ناقص kb تساوي صفر. أي يمكن لنطرح السؤال بصيغة أخرى، بين أن المعادلة f لx ناقص x b تساوي صفر تقبل على الأقل حلا في المجال ab. إذن هنا غادي نطبقوا مبرهنة القيم الوسيطية. إذن كجواب نضع h ديال x تساوي f ديال x ناقص x ب. إذن غنبينو بأن h دو x تساوي صفر تقبل على الأقل حلا في المجال AB. إذن لدينا خصني نحقق ثلاثة ديال الشروط. إذا الشرط الأول خصها تكون h لx دالة متصلة على AB. إذا لدينا f متصلة على AB حسب المعطيات، ولدينا الدالة ناقص xb هذه دالة حدودية، إذا فهي دالة متصلة على R، أي متصلة على المجال AB لأن AB هو مجال ضمن R، وبالتالي إذن h دالة متصلة على المجال AB. الشرط الثاني خصني نلقى h ديال A مضروبة في h ديال B أصغر من صفر. إذا نحسبوا h ديال a، إذا كيساوي لنا تنعوضوا كيساوي لنا f ديال a ناقص a b، إذا كنعوضوا في هذا التعبير هذا. إذا f ديال a ناقص a بحسب المعطيات، لدينا f ديال a أصغر من a b، أي أن f ديال a ناقص a b صغر من صفر. أبي كنديو الطرف الأول. إذن h ديال a أصغر قطعا من صفر. كذلك لدينا h ديال b هو f ديال b، إذن كنعوضو x b ناقص، هنا نعوضو b في b أي ناقص b كاري. إذن حسب المعطيات لدينا f ديال b ناقص b كاري كبر من صفر، لأن عندنا f ديال b كبر من b كاري، أي إلا حولناها للطرف الأول غتولي f ديال b ناقص b كاري أكبر من صفر. إذن h ديال b أكبر من صفر، وبالتالي h ديال a h ديال b أصغر من صفر. إذن شرطين متحققين. إذن المعادلة، إذن يمكن لي نعبر على الجواب المعادلة f لx تساوي أو h لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا، أو لا يوجد عدد ك من المجال، ولا يوجد على الأقل، إذن يوجد على الأقل ك من المجال A B بحيث h لك يساوي صفر، أي h لك شنو هي f لك، أي f لك ناقص kb تساوي صفر، أي f لك تساوي kb.